عليه 10 شهر ارجع بقى واحد ينزل على التعيش وانا عم ما ضبط 20. انا انا راح انزل على التعيش يلا عمار جيب سيارة وتعال انا متابعك تمام؟ ما في سيارة تمام دبر نفسك عمار دبر نفسك اي حدا دبر نفسك اكيد ضبي فهمنا السيارة راح نجيبها نجيب وصلنا ننزل يلا اي الحين عمري مشكلة هذا عبرت شيلوني I'm recalling a teammate. I'm going to go to the school. 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 I'm هالدرجة مطولين احنا نوصلهم لا بعيدين لا ده يوم بخير قيام لا وانا حلق بالله اعتقد راح ابو السيارة مع السيارة راح تمزح بوتو لدروب وراحوا ناس فوقاي نزلت هم نفسهم يعني واحد نزل هناك واحد اسعفهم واحد جاينك يلا بصرة شباب يلا شباب وينكم على السيارة على السيارة سريع بالشارع وراء فرق وراء فرق السيارة يا اخي شد دمه بوكسات هاي هاي ورا تعرفها والله شلت اثنين حرام والله حرام اما بس واحد باقي جوا جوا هم جوا يا عمري يا عمري ما اخذ واحد جاينا بقى بس واحد اي بس واحد انا خلصوا اولدت لا مو اولدت يا عمري هذا شنو فنشته لو قبلت هذا نوك هذا نوك من اول بس في واحد فوق هذا يدي كلي هذا كلي كلي حاول تنتظر لحد ما نوصل لك اذا تقدر اثنين عمار نيد انا عندك فوق السطح سيارة ما تمشي سيارة ثانية بشت marked an open door جينا يا عمار عمارة عالية مو طيب صوتك يا أخي يا أخي شباب يعني عبد الستار يعني أنا ساكت هذا ما تكلمت عشان أتكلم لا أتكلم لا ركز أنا ما سمعت شيء عبد الستار اسمع طلعي والله أصبحي يجيب البخ والسكر الله يرحمه أبو كركز ليش صعبت الامور على انفسكم يعني على. ما نفهم هسه شو تعبون يلا يلا بوش هسه نلعب هيك هذا جوا وينه 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 جوا ورا بدنا عبال يا اخي ما انتبهت لي يلا يلا ما تنسيق بس ليش هذا المايك وصل ما في لا ما
وصلت تسمعنا؟ أي أسمع. طب بس عندنا مايك فضائي. مفتوح المايك. لا ما تكلم طيب. تتكلم شو أسوي يعني إحنا إحنا بآخر الدنيا بآخر الخريطة وأنتم بسكوت. لا ما له علاقة. أنا بحكي الحين على هاي أنا قصدي. يعني أنتوا اثنين لما قلت أنت بهنا ارجع يا فلان تعالي علان. هذا مقصد. هو أنا لحقت شمر نيد نوك واحد وش أنا بعدني حتى ما عبي دمي بشيت ولا. أوكي. شباب ما تلح هذا الأخطاء أنا ما أتحملها أنا إنسان هيك بيت والله صارت زفت الأخلاق بصراحة ما على خلاص هذا الأخطاء ما أريد واحد أبر عمره والله واحد أبر عمره يا شباب والله ما تلح هذا الأخطاء أنا ما أتحملها أنا إنسان هيك بيت والله عبد الستار من شوف عمار متواجه وما يحكي وما يرد عليك بعد لا تحاكي خليه يتواجه هو عمار مين ما يرد عليك تواجه مين قال بشت سيارة هم فوق ما فرق على جاي تواجه كل واحد ليش ساد حلقه ما افتهماني في تيم حط اليمين لا يا فلان تعال ما حب اطلع الثاني بقول انت نفسك دام في سكدام ما في كل واحد نفسي نفسي هذا الشيء مرفوض عندي انا يا تيم جماعي يا ما نريد هي طق طق مو كان بطل ما منزل ليش عمار دائما يشوف سلاح يقول هاي شباب هنا في يوم بي احط لي مي ما اشوف فيكم حد يحط لي مي ليش شو المشكله يعني عمار الغلطه شلون صارت باخر ما كان منزل فهو راح باخر الدنيا غلط لازم يجي من السكول انا سؤالي كلامي واضح انا بحكي بشكل عام بخطا عن اخطاء متراكمه ما بتكلم على قبل الماضي قاعد هذا اللي قال انا اقوله صحيح 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 يلا ما صار شيء نعوض هسه اهلا يا غيوث حياك الله حبيبي منور يا عيني حبي ما الحين ما ينفع اشحن يا حب انت الحين شفتك الحين متابع جديد يا عمري ممنوع تكرار تعليق حبيبي لا تكرر تعليق يلا يا شباب انتبه حياك الله يا غيوث من وين انت يا غيوث اطمعنا سكوا السيارة حمود يحاول لا لا احنا نزلنا نزلنا امسك بشيك يا معمار بشيك لا بلا don't give up your teammates can still recall you ما معي بطاقة لا منو معه بطاقة منو معه بطاقة يا معلم يا زوجي فنش قلبش بعد روح فنش 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 عزو فخر عزو فخر عطرت بجو والله موانا منور شتيبك فنشت واحد يعني؟ أول ما رش ماكو إيش نزل والله أنا نزل حاجة تعبانة ما في سماء والله ماكو إيش شلون إيش ما أعرف